فندم، اي 67 طالب محمود صلاح علي ابراهيم، الدار رقم 9 سجن حديد مصر. تمام يا فندم. فكرة يا فندم مليانة بالإيجابيات يا فندم. كل اللي احنا محتاجينه واحنا بنضخ دم البلد في مؤسسة الدولة يعني نطور نفسنا. نطور ايه؟ نفسنا يا فندم. احنا قلنا نجيب كل اللي احنا يتعينوا قعدوا معانا 6 شهور يشوفوا شكل جديد شكل اخر من الاعداد والتأهيل. ايه رايك؟ تمام يا فندم. استفدت كمان يا فندم من الزيارات اللي اتعملت برنامج التخطيطي. زرت المدن الجديدة زي مدينة الجلالة وزي العاصمة الإدارية يا فندم. ورأيك في الموضوع؟ عظيم جدا يا فندم. مصر اتنقلت يا فندم نقلة نوعية. احنا عملنا المدينة ليه؟ القاهرة دي هتنمو خلال 20 سنة اللي جاية دول وقت من 4-5 جنيه. طب هيروحوا فين؟ هيروحوا ايه؟ فين يا فندم؟ هيروحوا فين؟ في فرصة في حتة تانية؟ طب هو تكلفة ان هم يقعدوا في القاهرة أكتر ولا اللي احنا بنعمله أكتر؟ والسؤال كده أنا مش هاممني أبدا، وده مهم إن احنا لما نروح مدن زي كده مش مهمني إنك أنت تشوف مدينة جديدة شكلها، لا هي اتعملت ليه؟ عملناها كده ليه؟ هل عندنا خيارات أخرى أقل تكلفة؟ وإن احنا ظروفنا مش دولة جغرافية أو إن احنا نعمل احنا ما كانش عندنا خيارات أخرى غير كده. لو ما كناش عملنا كده أثرنا في حق بلدنا. شكرا يا فندم. واحنا جه خدنا بقى رقابه المدن وعملنا له البرنامج ده. اوعى تفتكر انك انت يبقى كفايه بس انك تبقى متعلم كويس وشاطر والباقي لا. والباقي ايه؟ لا لا طبعا لازم يبقى الموضوع متكامل. انا بذاكر كويس وعندي قاعده علميه ومهنيه كويسه، لكن كمان لو ما خليتش معاه بناء جسماني جيد انا اثرت في حق المهنه قبل ما اثر في حق نفسي. طب تفتكر لو في طبيب النهارده ما بيلعبش رياضه وهيقف 5-6 ساعات في غرفه العمليات يقدر يستحمل كام سنه؟ ظهره يستحمل قد ايه؟ تفتكر عدد سنين بسيطه. يبقى انا النهارده لو ما جهزتوش كويس هو يمكن ما يعرفش ده، هو يمكن ايه؟ ما يعرفش. انتوا محتاجين ان كنتوا معصومين في البطن نتكلم على ان احنا لما ما كناش لو ما خدناش بالنا من الحفاظ على صحتنا العامه بما فينا ما تدخلش